تحياتي بي انفستمنت، وماذا نرى؟ لا اتوقع ان السهم ده تقريبا انهى كل شيء. يعني اولا اخر موجه وحقق 261 فيبو قدام مننا اهو، خساره بسيط وبقت نقطه دعم قويه جدا، عمل لي شمعه قويه جدا، والشمعه ما زالت بتحترم المناطق بتاعتها اللي ما بين 17 جنيه و30 قرش تقريبا، 17 جنيه و35 قرش، واعتقد ان صعب جدا كسرها. واعتقد ان المنطقه دي منطقه الطلب اللي كنا محددينها دي بلا معنى حاليا، واعتقد احنا عند دعم قوي جدا، دعم مستوى 261 فيبو، واتوقع الاستمرار في الصعود. خصوصا انا شايف كمان ان الموجه الاخرانيه دي، يعني انا شايف كمان الهبوط بتاع المستوى ده انتهى. انا شايف الانعكاس من المناطق دي، اتمنى ان لا يخيب ظننا، واتوقع منطقه الطلب دي قويه جدا، اعتقد انها مش هتتكسر، واعتقد ان ممكن يحصل رده فعل بسيطه من هنا لهنا، وبعد كده نستمر في الانطلاق. خلينا نشوف مناطق الطلب اللي متحدده قدام مننا دي، اللي عند مستويات 17 جنيه قول 25 قرش لحد مستويات 17 جنيه 35 قرش. ماذا سيحدث عند التوفيق؟